على سبيل المثال بتذكر بال63 64 اشترنا تلفزيون بالأقساط وجابوا للبيت، وأذكر أنه هذا كان حدث استثنائي. يمكن لما شاف عيوننا تتراقص من الفرح والبهجة أنا وشقيقتي كانت سعادتنا لا توصف. لكن ضغوط الحياة لم نستطع أن نؤمن مصاريف بعد دفع أقساط التلفزيون، أصبح هناك صعوبة بتأمين الاحتياجات الأساسية للحياة. فأتذكر عندما اضطر لأنه يبيعه بعد 3 أيام فقط من شرائه، ولما خرج التلفزيون من بيتنا كنت أشعر أن هذه أولى الجنازات اللي شيعت فيها حدا بحبه. هذا الجهاز السحري اللي كان بهداك الوقت كنا نجلس من لحظة البث الأولى حتى نهايته. شو تحضره؟ كان وقت البرامج محددة، برامج الأطفال، يعني يفتتح بالنشيد العربي السوري ثم القرآن الكريم ثم حصة الأطفال ثم برامج منوعة لها علاقة بالحياة اليومية والفيلم العربي. بقصد هذا الشغف لما هذا إجا الشخص اللي اشتراه وأخده، كانت أول قطعة من روح يتم انتزاعها من طفل فقد للحظة شيء قريب منه. ساعتها بلشت أحلم، لما كنت شوف أنور وجدي أفلام فريد شوقي بلشت أحلم شوف حالك محلون. أيوة.